نعم ديليا، بالفعل منذ الإعلان عن حل المجلس الأعلى للقضاء وهو من أعلى الأجهزة القضائية في البلاد، تتالت واختلفت وتباينت ردود الفعل سياسيا شعبيا. منذ قليل صدر بيان لمجموعة الدول السبع، في الحقيقة يتحدث هذا البيان عن مخاوف هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة من ما يسميه التأثير أو انعكاسات هذا القرار بحل المجلس الأعلى للقضاء على استقلالية وشفافية العمل القضائي وعلى سير المحاكمات في المحاكم والأجهزة القضائية التونسية. أيضا جمعية القضاة أصدر آخر تحدثت فيها عن رفضها القطعي والكلي لهذا القرار الذي اتخذه الرئيس السعيد ضمن إجراءاته الدستورية والاستثنائية الأخيرة، وتقول إن حل المجلس الأعلى للقضاء هو ضرب للسلطة القضائية برمتها. لكن طبعا في الجانب الآخر هناك دعم كبير لقرار الرئيس قيس سعيد على اعتبار يعني تقاعس هذا المجلس وغيابه عن أداء الأدوار والمهام الموكلة إليه في مقابل يعني تضخم في عدد يعني المنح والترقيات التي حصل عليها في السنوات الأخيرة وتحديدا في فترة دعم شعبي. تقصدين نجلاء النهضة؟ هناك نعم دعم شعبي لقرارات الرئيس سعيد. هناك دعم يعني من عديد الأحزاب وكذلك مكونات المجتمع المدني من يساندون على الأغلب قرارات الرئيس التونسي، يعتبرون أن حل المجلس الأعلى للقضاء هو خطوة صحيحة وتتجه في نفس هذا المسار المعلن بعد 20 من يوليو، على اعتبار يعني عدم قدرة هذا المجلس على حل عدد هام من القضايا حينما نتحدث عن قضايا الجهاز السري لحركة النهضة أو أيضا قضية الاغتيالات السياسية أو حتى مراقبة وتقييم مدى التزام القضاة اليوم في المحاكم التونسية بأداء واجبهم ضمن الاستقلالية المطلوبة في العمل القضائي. وبالتالي ربما حل هذا المجلس سيعني يكون بعده هناك تأسيس لجهاز آخر بتعيين جديدة قد تقوم بالمهام الموكلة إليها. نعم.